بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المهم كنت نلقاكم هذا الفيديو في حالة جيدة. المهم هاد السيدة عندها الصالون كومبلي، عندها في العبار ستادر، عندها واحد في 1.75، الثاني 1.75، الثالث 1.75، الثالث 1.10، الرابع 1.10، الخامس 1.10، السادس يا ربي 1.10. المهم ثلاثة فيهم 1.10 وثلاثة فيهم 1.75، واحد في 2.75 بالمضارب، بالطلامط ديالهم، بالمخاد عامرين كما كتشوف في المضارب، الطلامط ديال الموبرا، بالطابلة، بالكوان، السونتريات ربعة، والطابلة كما كتشوفوا ممكنة في كازا أناسي. كما كتشوفوا مضارب خفاف، الرقم غنخلي لكم على الشاشة. مضارب كما كتشوفوا ستادر، باقين في حالة جيدة. صالون كومبلي بالزرابي، بالترية، بالسوندريات، بالكوان. كما كتشوفوا طلامط هما ديال الموبرا، مخد عامري، سندرياس، طابلة. المهم اللي بغا مرحبا، ألف مرحبا. كاين في كازا أناسي. السلام عليكم، كديري؟ لاباس؟ كديري مع الصحة؟ عندي هاد العود، ها هو كيف كتشوفوا، ها هو عود لاطر، الفاس ديالو راه صغير، نقرب لكم باش تشوفوا الفاس، الفاس ديالو، مضارب ديالو بوليستير، طلامط، مخاد، مخاد ديالو، العبار كاينه 42، 42، 1.70، معاها كوان، هذا راه بيت صغير، اللي بغاهم مرحبا، كازا أناسي. رقم التواصل 06-65-31-17-73، 8500، قابلة للتفاوض. السلام عليكم، كديرين؟ لاباس؟ كديرين مع الصحة؟ كاينة عندي هاد التلاجة ويلبور كيف كتشوفوها، الثمن ديالها كنقول 2500، قابلة للتفاوض. هاي حاطة فيها كوكوط، حاطة فيها صلاي لأنها طافية، ماشي علاش طبعا. هاهي كيف كتشوفوها، هاهي اللي بغاها مرحبا، كازا أناسي. رقم التواصل 06-65-31-17-73. السلام عليكم أختي، كدايره؟ لاباس عليك؟ الله يخليك أختي، بغيت تلوحي ليا هاد السدادر ديال البونج العالي، فيهم 50 في العلو و 65 في العرض. هما اختي راه خديتهم شي عام تقريبا دابا، وتعرف حنا المغاربه الصاله ما تجلس فيها حتى واحد، ما كانش عليه الجلوس بزاف. ها هو اختي، ها هما خمسه اختي، الرابع وهالخامس. ثمان اختي، المهم العرض فيهم 65 والعلو فيهم 50، الطول ديال واحد فيه 1.75، واحد فيه 2 متر، واحد فيه 2 متر، واحد فيه 1.95، واحد فيه 2.88. الثمن طالبه فيهم اختي 50000 ريال، راه كنت واخداهم اختي ب 96000 ريال، درت ليهم 10000 ريال الواحد، وانا كنت واخداهم 9000 ريال المتر. السلام عليكم، شكرا صاحبة القناة، الله يجازك بخير، كنشكروك كتعاوننا باش ندعو حوجاتنا، الله يجازك بخير. شوف لي هاد البلاكار، البلاكار فيه 4 لبيبان، تقريبا 2 بلاكارات، هاهو الديزاين ديالو، كاين غير هادي مزيانة، هادي المحيدة، هادي بلاكار
التباعد ديالو نقي مخير، لاكار ديال الفيلات خديتو بالعشق. هادي كتكون ديك تقيبة المغرب باش كيتنفس، هو كبير. شوف انا من هنا هاد لي سباس هنا راه ممكن ندير التعلاق، راه انا وعالي عليا، هو فايتني بزاف. جوج بلاكارات، نشوف اللوين ديالو مقبول مع اي فراش، مع اي زربيه، مع اي لون. وهذا حتى هو نفس جوج بلاكارات. انا بالنسبه لي غير هذا راه كافيني، لان بغيت نتحول والبلاصه اللي غنمشي لها كبير بزاف عليا. نفس الديكور، نفس هنا كاينه مرايه في هذا الشكل، بغيت باش من بنش في الجاجة. وهذا حتى هو في هاد الدجاجه، هاي هادي مهرساني، ممكن تاني لا تحيد، ممكن لبغى انسان يدير وحده اخرى، وكنظن ما يحتاجوهاش برك غير مرايه وحده. هذا ممكن تحيد، زوقه هي كاينه هنا. بلاكار بلاندي زوين، جوج بلاكارات تقريبا، وجوج كوموندات خيرين كيتجرو كيجريو جوج. ها هما شوف اختي نقيين غير نتقل عليا من هنا. وهذه مرايه ها هي فهاد الزويقه، وهاد اللوين مقبول مع اي فراش، مع اي طابي، مع اي موكيت اللي بغات. مرحبا، 06 01 04 0848. تقابل شي شويه تفاوض. مرحبا، شوف الديزاين ديالو كيداير ستيل ديال الامراء. شكرا صاحبه القناه، الله يجازيك بخير. السلام عليكم ورحمه الله، على بركه الله. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. عندي هاد الدار ديال طلامط، بالنسبه لهاد الدار هادي فيها 12 خديه ديال السبعين، 4 ديال المزاود، 3 بالبونجه ديالهم، 4 ديال لي بتيكوسا اللي هما هادو. قربكم ان شاء الله من الخيط، هادو هما المخاد. بالنسبه للمخاد راه نفس المشمون كل وجه كظهر، يعني بلا ما نحتاج نقلب المخاد. هاد الداره هادي فيها خياطه معتبره ما شاء الله. هادي ما كيف تنقول لكم البنات راه مباشره احسن من التصوير. بالنسبه للمخاد راه فيها خياطه معتبره ما شاء الله. اللون في اللون، 12 الخديه ديال 70، 4 ديال المخيطات ديال الديكور اللي هما هادو على هذا الشكل. بالنسبه للظهر ديال الطلميطه هو هذا، رانا قلبه الطلميطه باش تاخذوا فكره على الظهر ديال الطلميطه. هو هذا نشر الخديه ديال 70، 4 ديال المزاود، 3 بالبونجه ديالهم، 4 ديال لي بتيكوسا على هذا الشكل. نملي عليكم ان شاء الله العبار اللي في طلامط. هادو هما المزاود البنات، هادو هما كاين 4 ديال المزاود، 3 بالبونجا ديالهم على هاد الشكل، ومزود خاوي بلا بونجا. شي حاجه اللي غزاله، اللون غزال ما شاء الله. هاد الدار كلشي فيها معتبر، طلامط هو هذا ضوء الطلامط. نتمنى ان شاء الله الصوره تكون واضحه، وحتى الشرح ان شاء الله يكون واضح. بالنسبه للعبار اللي في طلامط البنات، كاينين 3 ديال طلامط. الطلامط الاول فيه 3 متر، الطلامط الثاني فيه 2.80 متر، والطلامط الثالث فيه 2.32 متر، العرض ديالهم 70. بالنسبه للثمن ديال هاد الدار كتبقى ب 1200 اللي هي 24000 ريال. واللي مهتمه تواصل معايا على 06 06 78 53 22 37، كنتواجدوا في كازا، والتوصيل راه عندنا متوفر في المغرب كامل. يلا السلام عليكم ورحمه الله، في امان الله، اللهم يسر. بسم الله على بركة الله، أهلا وسهلا ومرحبا بالأخوات. نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، بصحة جيدة. عندي هاد الدارة ديال طلامط، بالنسبة لهاد الدارة هادي بقى جديدة ما مستعملاش البنات، أيا مفصلة ناضية. بالنسبة إن شاء الله لها تكتب ليها
وناس مال عبر راه تشدو تلمط. بالنسبة لهاد الدارة فيها 10 المخا ديال 90 على هاد الشكل، 4 ديال الطلمط، الطلمط الأول فيه 4 متر، الطلمط الثاني فيه 4 متر، الطلمط الثالث 2 متر، والطلمط الرابع 2 متر. بالنسبة لهاد الطلمط هادو كيمشيو بالمضمة فيكس على هاد الشكل كيف ما كتشوفو معايا، نحاول نقربكم شوية، كيمشيو بالمضمة فيكس على هاد الشكل. عاد مازال راه معطاش في التصوير، راه مباشرة أحسن من التصوير. بالنسبة لهاد التوب ما شاء الله، التوب ديالهم ما شاء الله الصح والعمل ما شاء الله، شي حاجة اللي عملية وديال الدوام. بالنسبة للثمن ديال هاد الدارة البنات كتبقى ب 1200 اللي ما شاء الله ثمن جد مناسب. المخاد كيف ما كتشوفوا معايا ديال 90، 10 المخاد ديال 90، المخاد كيمشيو نص نص. هذا هو الشكل ديال المخدة، المخدة كتمشي نص نص، نص من المرخم ونص وردة. خادم خيطين بالمجدول ودوب اللسان ديلافي، نفس الخدمة اللي في المخدة كاينة حتى في المضمة. حتى المضمة مخدومة بدوب اللسان. بالنسبة لهاد الدارة داخلين فيها جوج لوينات البنات، الكرونة والذهبي كيف ما كتشوفوا معايا، لوين غزال ما شاء الله. بالنسبة للمخدرة كتقلبوا الفصل الأول كيف قلت لكم على هاد الشكل، هذا نص نص، والفصل الثاني كله وردة على هاد الشكل. بالنسبة إن شاء الله لها تكتب لها الدارة، راه يمكن لها تقلب، راه يمكن لها تقلب المخاد. هذا هو الشكل ديال المخاد البنات. طلمط هو هذا كيف قلت لكم، راه واخا هكاك ما عطانيش في التصوير، راه مباشرة أحسن من التصوير. لوين غزال اللهم بارك ما شاء الله. نعاود نملي عليكم العبار اللي فيهم البنات، 4 ديال الطلامط و10 ديال المخاد ديال 90. الطلمط الاول فيه 4 متر، الطلمط الثاني 4 متر، الطلمط الثالث 2 متر، والرابع 2 متر، والعرض ديالهم 70، 10 ديال المخاد ديال 90. الثمن ديال هاد الدارة هادي 1200، واللي مهتم تواصل معايا مرحبا، 06 78 53 22 37، 06 78 53 22 37، كازا والإرسال لجميع المدن وحتى خارج المغرب. السلام عليكم ورحمة الله، اللهم يسر. السلام عليكم، كداري لاباس كداري مع الصحة. عندي هاد الصالون ها هو كيف كتشوفو، العود ديالو، ها المضارب ديالو، روسول سيمنت راه معروفة، هاد مضربة ملمطة كيف كتشوفوها، جهة روندي وجهة عادية. طلع المخاد عامل باللواط ياكم العبار. هاد عندي هاد التويشية هادي ها هي كيف كتشوفوها، هادي راه كتجيبي العود والمضربة، هادي راه معروفة ها هي بسكوتش، ها هي أنا ملبساهاش. الكوطي بالنسبة للستادر ها الكوطي اللي كاين فيهم. العبار انا غنعطيكم العبار ديالهم. بالنسبه للعود كاينه 2 و10، كاينه 2، كاينه 1.70 متر، 1.90 متر، 1.10 متر. بالنسبه للمضارب عطيكم العبار، بالنسبه للمضارب كاينه 1.77 متر، وكاينه 1.30 متر، 1.45 متر، 1.63 متر، 2.60 متر. اللي بغاهم مرحبا، كازا اناسي. رقم التواصل 06 65 31 17 73. السلام عليكم بنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة. جبنا لكم هاد لاكولوغ هذا اللي هو السومو والدوغي. بالنسبة اللي عنده شي سيجور ولا بيت ديال الكلاس، لا شي صالون صغير ولا بيت ديال الماكلة، فبالنسبة لهاد السيجور عفوا بالنسبة لهاد الطلامط كيف ما كتشوفوا فيهم 10 الخدادي ديال 70 دو فاس، وفيهم 3 طلامط، واحد فيه 4 متر، وجوج فيهم 2 2. كيف ما قلت لكم 10 الخدادي 4 طلامط، 3 طلامط، واحد فيه 4، وجوج فيهم 2 2. بالنسبه للثمن، ثمن جد مناسب اللي هو فقط 800 درهم.
اللي بغاو يتواصل معنا على 06-04-34-63-75. 06-04-34-63-75. فمرحبا وألف مرحبا بالجميع. السلام عليكم، كلشي مزيان. شكرا مع القناة كنزو عمر ديوطا. هذا واحد الطاجين مزيان، فهمت اختي؟ مول عجيب، مكات العصير خدامة مشا لها الراس، هادي خدامة تحل عطرية كلشي انا جربها. صاير غرف قاعدة للإقامة، طبق هادي برما ولا حسبوها طاوة كبيرة بلا كسكاس. هانت اختي مزيانة، اينوكس طاوة طيفان يا العود، يمكن 23 ولا 24 الله ما عرفت. اسمحوا لي تقرقيب. هيا الطيفان كبيرة أخشي. واحد الشبكة عاد كنت حي هذاك الفيديو الاخر كنت مركبة، وهاد الفيديو باقي مركبتش تركب بحال هكا، تجي في حمام ولا تجي في اي بلاصة فيما بغا وحدة. ها معلومات طنجة طيفان 160، برما 130، طاجي 70، ملعاجي 15، طبق 25، قراي 20، مولينا 110، عصير ليمو 50، الشبكة 40، مدينة الرباط، رقم الهاتف 06-14-86-02. اللي بغا شي حاجة نصاوب معاه ماشي مشكل. يلا شكرا. السلام عليكم بنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة. جبنا لكم هاد لاكولوغ هذا اللي هو البيج والدوغي كيف ما كتشوفوا، شي حاجة اللي طوب وانيق في التفريشة. بزاف ديال البنات كيقولنا بغينا السامبل ما بغيناش كلشي بروكار، فاحنا لبينا الرغبة ديال بعض السيدات. فمرحبا بالجميع. كيف ما كتشوفوا الخدية ديال 90 دايرة كلها بالكابلي، القالون لسان نص نص او دو فاز، فالفاز الثاني كله ورده، فهذا بروكار بومبي مذهب، شي حاجه اللي طوب. مازال التصوير ما عطيش الحق ديالو، اما هو شي حاجه اللي غزاله كلاس في التفريشه ديالو. شوفوا كيفاش كيجي غزال. فبالنسبه للبنات لهاد الداره كبيره شويه، فيها 12 خديه كيف ما كتشوفوا على هاد الشكل هذا. شوفوا كيفاش مبومبي، شي حاجة طوب. فيها 12 خدية، 4 ديال اللي كالدو و 13 مترو ديال تلميطة، تلميطة الانتيتاج غير كتمسح، شي حاجة زوينة. كيف ما قلت لكم 12 خدية، 4 ديال اللي كالدو و 13 مترو ديال تلميطة، كتفصلي على حسب عباراتك واللي بقى لك، راه كتزيدي لي كالدو لي بتيكوسان مزاود اولا مخدات خاصينك. بالنسبه للثمن، ثمن جد مناسب ومشجع لاي وحده بغات تفرش الصالون ديالها بشي حاجه اللي طوب وموديرن. كيبقى فقط 1250 درهم. اللي بغى يتواصل معنا على 06-03-10-89-83، 06-03-10-89-83. فمرحبا والف مرحبا بالجميع اللي كيسولنا فين كنتواجدوا. فاحنا كاينين في مدينه الدار البيضاء، وعندنا توصيل داخل كازا وخارج كازا وحتى خارج السلام عليكم صاحبات القناه، كي دايره اختي؟ لاباس عليك؟ نتمنى يا ربي تكوني في صحه جيده. انت اختي واحد السيده بغات تبيع هاد الفوطويات. ها هما اختي، انت ها هما اختي، ها هما فوطويات ديال الجلد، ها هما مستعملين ماشي جداد، مستعملين غير هما باقيين نقيين، خصهم داك البرودوي باش يتمسحو، حيت محطوطين هانتي راه محطوطين غير في واحد الصالون خاوي. ها هو المرا رحلات، ها هو وبغات تحيدهم هانت اختي. ها هما ما مشرقين ما متقوبين ما والو، خصهم غير مسحه من الغبره، باقين بالسلامه يستعملو. ها هما شتي، ها هما اللي بغاتهم. ها هما اختي في الباج
الباج كريمي، هو هما اختي هانسي. هذا اختي راه فيه ثلاثه البلايص، هذا الكبير فيه ثلاثه البلايص، هذا اختي فيه جوج البلايص، هذا فيه بلاصه. هاو هانتوما باش تعرفوا راه في الدار خاويه، محطوط في الدار خاويه. ها هو المهم اللي بغاتهم. هاو اختي ها المعلومات، هما التليفون 06 39 89 96 16، الدار البيضاء في عين الشيفة. هاهما اختي والتمن اللي بغاتهم مرحبا، تصل وتجي حتى تشوفهم بعينيها. المهم انا كنأكد ما كاينه لا شرقة لا ثقبة لا حتى حاجة، كاينه غير الغبرة، خصهم يتمسحوا بالبرودوي مزيان صافي، وراه باقي بالسلامة يتستعملوا. يلا اختي السلام عليكم وشكرا. السلام عليكم ورحمه الله على بركه الله، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. عندي هاد الدار ديال البروكار، شي حاجه اللي غزاله ما شاء الله كيف ما كتشوفوا معايا، لوين غزال ما شاء الله. بالنسبه لهاد الدار البنات فيها ثلاثه ديال الطلامط مفصلين ناضيين، الطلمط الاول فيه 3 متر، الطلمط الثاني 2 متر، الطلمط الثالث 1.90 متر، العرض ديالهم 70، وفيهم 8 ديال المخاد كبار ديال 90، يعني راه ما شاء الله المخاد راه ملي كعمرو راه ما شاء الله كيولي تقريبا متر في الخديه. بالنسبه للمخاد راه كيمشيو على دو فاص، كيمشيو على هذا الفاص هذا ورده، وكاين حتى الفاص الثاني نص نص. غنقلب ان شاء الله المخاد وغادي تشوفوه. بالنسبه لهاد البروكر البنات راه ثقيل ومضوبل، شي حاجه اللي غزاله ما شاء الله. المخاد مخيط بالمجدول كيف ما كتشوفوا معايا، هذا هو الطلمات، الارضيه ديال الطلمات كلها مطروزه ما شاء الله. وين غزالهم بهج ما شاء الله كيف ما كتشوفوا معايا. كيف قلت لكم راه الارضيه ديال الطلمات كلها مطروزه ما شاء الله، والطلمات ثقيل ما شاء الله ومضوبل، شي حاجه اللي غزاله ما شاء الله كيف ما كتشوفوا معايا. نحاول نقلب لكم المخيط. هذا هو الفص الثاني ديال المخاد البنات، الكالو واللسان في البوردو. بالنسبه اللي بغات تقلبهم تقلبهم، اللي بغات الفص الثاني راه تخلي مع الفص الثاني، المهم كلها وذوقها، اذواق تختلف. بالنسبه للثمن ديال هذا البروكار كيبقى ب 900 درهم، واللي مهتمة تواصل معايا مرحبا، اللي مهتمة وشارية تواصل معايا مرحبا، على 06 78 53 22 37. كنتواجدو في كازا، والتوصيل راه متوفر عندنا في المغرب كامل، كاع لي كتاخد شي حجرة كتوصلها حتى لباب الدار. يلا السلام عليكم ورحمة الله، في أمان الله، اللهم يسر. عليكم كلشي مزيان، كاين شي حويجات جلابة صباط وشكرا مورا القناة كنبيعو من ديولنا. هانتوما هذا التوب باقي مزيان جديد، نيفة رقيقة قهوية، ما فيها جوج متر ونص ولا ثلاثة، هاهي مليفة غير مقلوبة، هاهي مليفة سوبر مليفة ليليان قهوية دي مارون، هاكا مطوية وصافي. جوج مخات كيجيو في الديكور في الصالة ولا في السيجور، صباط باقي مزيان، البوسمرة وحدة جاني صغير، بونتور ديالو 40 لا 36 سمحوا ليا. هانتوما هايا 36
واحد جلابه وديجا حطيتها باقي ما تبعت بالسروال ديالها هابطه من السفيفه لتحت باقي مزيانه ومقطعه لا والو واحد بغيت يقضي بها وصافي فهاد البرد هي وهذه حتى هي ها هي هي هابطه بالصنعه ديال البرد وبينوار الحمام باقي مزيان ما مقطع لا والو حتى حاجه ما فيه هانتوما ولي بغا شي حاجه نوضح له هانت اختي بالصمطه ديالو المهم معلومات ثوم ملي فرقيقة 200 درهم صبات العيالات 230 4600 جمخات 1600 جلابة البرد 70 درهم جلابة بسروال 70 درهم بنواد الحمام هذا 60 درهم مدينة الرباط 06-14-63-80-00 شكرا. كاين هاد الفوريو شي حاجة زوينة كلاس يجي مع باقي جديد كيجي قصير يجي مع تحت ليفيس المهم ماشي قاع تحت ليفيس شي حاجه زوينه الريش ديالو المهم مشري جديد من الخارج لكن ما غاش يجي قدي نديرو عندي هاد الجلابه الصومو هنا راه ما باينش جاي كليغ نورمالمون لا كولور ديالها راها تقريبا بحال هكذا براندة دو بيس التوب الحرير راه جوهره الفري الحقيقيه ديك جوهره زوينه التوب ديالها داك المزيان المهم البرومي فيها كاع مخدومه براندة ملاقيه براندة فيها هنا هاد الراندة طويله راندا حتى لتحت كلها مخدومه بالراندا فيها القميص بالرباطي طرز هذا راه الطرز فيه هذا المهم بداك الحرير تحتاني القميص راه بالحرير هادي لاطاي تلبس المهم تلبس اكس ال حتى للدوبل اكس ال تلبس حتى للدوبل اكس ال التوب ديالها واعر جوهره ديك الزوينه المهم كاليتي برومي شي حاجه زوينه التوب ديالها زوين لا كولور سومبو فونسي على هذا اللون هذا كاين هاد مونطو فيه كابيشون بالفوريور حاجه كلاس زوينه بالجويبات جاي هاد البصاله اللي خرجت اليوم بالقريب في هاد الزويقات بالخضر اللي بغات شي حاجه المهم الاثمنه تواصل معايا في التليفون بهذا النيميرو ديال التليفون